السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معي جديد في قناتي وقناتكم عالم امي المتنوعه. كنتمنى لا فيديو اليوم تلقاكم باتم الصحه والعافيه. بغيت نرحب بالناس اللي انضموا لقناتنا جداد، كنقول لهم مرحبا والف مرحبا، هذه قناتكم، مرحبا بكم. وقبل ما نبداو كما والفتوني ديما نتوكلوا على بركه الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد باش الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا لا فيديو ديالنا، ويسخر السيده مولات هذه الارض اللي غادي نمشيو نشوفوها جميع. ربي يسهل عليها والله يسهل على الجميع. كما كتشاهدوا نزولا عند طلبكم، بزاف الناس قالوا لي بغينا دوك الاراضي اللي من الثانيه للفوق. ها انتما كما كتشوفوا ها هي الطريق راها واصله، هذه فتنه الثانيه غادي جهه الهرابش، الثانيه الواد اللي ديك النهار صورت لكم في الفيديو اللي سبق قلت لكم راه غنمشي لكم لهاد النواحي هذه، وسيدي ربي جاب لنا الناس بلا ما مشينا حنايا، حيت صراحه هاد المنطقه هذه عمري وصلت ليها. هاد البلاصه هنايا راه كتوقف فيها الطومبيه ديال العشرين، يعني هاد يعني كتوصل الطومبيه كتوصل كلشي. وللاشاره هاد المنطقه ديال هاد الدار ديال هاد الارض ديال هاد السيده بينها وبين المحطه د لاكار ديال طونجي 10 دقائق بالطوموبيل. المهم خليكم معايا غنوصلوا للمنطقه ونعطيكم التفاصيل كامله باذن الله. هذه هي الطريق هنايا، راهنا حيدنا من الطريق المعبده، دابا راه دزنا في لابيست. ها انتما كما كتشاهدوا الناس راه باينين، ها انتما تبارك الله هنايا راه كاين تبارك الله بحال شكل دي بيتي فيلا كما كتب بنادم كيبنيها بالذوق ديالو اكيد. هذا هو الطريف ديال الارض، هذا هو الطريف ديال الارض اللي جا هنايا، هذيك السيمه اللي كاينه تما، هذا هو الطريف ديال الارض، فيه 80 متر واجهه وحده. كما كتشوفوا معايا هذه هي الارض فيها 80 متر واجهه وحده، وبينها وبين الشارع الرئيسي الكبير هاد الطرف ديال الارض هذا، يعني كنقولوا دار وحده. ها انتما كما كتشوفوا والناس راهم كيبنيو تما، هي شبتهم عند الملك الاصلي، كيكون عندهم هكتارات وكيقسموهم، شي كيدير كاين اللي كيدير 60 متر، وكاين اللي كيدير 80، كاين اللي كيدير 100، كاين اللي كيدير 120، وكيبيعهم هكاك اكيد كيبيعوهم عند العدول، لان هاد الارض هذه عدليه. وكما قالت لي الاخت، هانتوما كما كتشوفوا الناس راهم بانين، كما قالت لي الاخت راه بدا كاينه هضره كتروج بان داك هاد البلاصه كلها غتفصل زعما زناقي، وغيبداو يعطيوها الرخصه، قال لك عن قريب في الاخر ديال هاد العام هذا. المهم الارض فيها 80 متر، السيده كتطلب فيها 3000 درهم المتر، يعني الا ضربنا 3000 درهم في 80 متر كتعطينا 24 مليون بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي بغينا في هاد النواحي هادي، يعني هي جات فوق الثانيه المنطقه سميتها الهرابش، سميت المنطقه الهرابش وهي شبتهم عند الملك الاصلي. المهم انا غنحاول ندير لكم الناس اللي كنتوصل ليهم في الواتساب بهاد الفيديوهات بحال هكا قصارين، غنحاول ندير لكم فيديوهات صغارين، ولكن كنطلب منكم طلب واحد انكم تشوفوا من الاول حتى الاخر باش تعاونوني. هذا هو الهدف ديالي، ان اليوتيوب يقترحهم على ناس واحد اخرين، باش اللي كيعرف القناه غيشوفوا ما مهتمش، ولكن ملي غتشوفوه كامل غتشجعوا لا فيديو باش توصل للناس اللي مهتمين. كاين اللي غيبغيها، انتما كتشوفوا الضيور كيفاش تبارك الله زوينين، الدويره بالجريده ديالها غزاله، ما بعيدش بزاف على طنجة ب 10 دقائق، وبلادم عنده الطوموبيل ديالو راه كما كنقولوا همزه. المهم بقى لي الا نقول لكم انا شكرا لكم، شكرا للمسانده ديالكم للباحث في اللايف، شكرا لكم بزاف بزاف. وباذن الله انا عند الطلبات ديالكم، اللي بغى شي حاجه باذن الله غنحاولوا وربي يسرنا الامور باش كلشي يستافد، اللي باغي يبيع يستافد واللي باغي يشري يستافد. انا كما كنقول لكم ما تسالوني الا القناه مجانيه، ما تسالوني الا اللايك والبارطاج والتعاليق، وبارك الله فيكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله على قناتي وقناتكم عالم امي المتنوعه.